سريع. نيجي مع كده العنوان ده هيفرق في تفصيله ممل اللي هو استراكشر. حتى لو ليه هو التكيب البونز بيريوستيام بيريوستيام ويندوستيام وبون سيلز وبون ماتريكس. فهمنا؟ البون ماتريكس بيكون بيتي جدا. بون ماتريكس از كومبوست اوف فرق بطن. هتكتب اورجانيك وبين قوسين تكتب تركيب الاورجانيك. اللي هو ايه تركيب الاورجانيك؟ كولاجين فايبر تايب كام؟ 1 وجلايكو بروتين وبروتو جلايكان. وايه الاورجانيك؟ بين قوسين ايه؟ كالسيوم او مينرال او فوسفور. شوفوا لها بنسميها ايه؟ انورجانيك. كده دخلنا على البون سيلز. في خليه بتولد كان ديفايد اسمها ايه؟ اوستيوجينيك. وباقي الخلايا ما بتولدش نون ديفايد اللي هي مين؟ اوستوبلاست اوستوسايت واوستوكلاست اللي هي بتاكل كده. انت ذاكرت التركيب بالتفصيل ده اهم حاجه طبعا. استراكشر اهم حاجه تركيب البون. بعد كده عندنا عنوان اسمه تايبز اوف بون. ايه انواع البون؟ اناتوميكال اي كلام واكوردنج كلاس مهمه جدا اللي هو نوعين ووفن وايه؟ ولاميلا. انواع البون حسب الماتيوريتي. ووفن يعني خام اي كلام ونوع ثاني اسمه ايه؟ لاميلا. لاميلا اللي هو اسمه ثاني ماتيور او سكند. بعد التايبز تذاكر لي بقى الجوينت. هنقسمها حسب الديجري اوف موفمنت يعني حسب الوظيفه. سين ارثروزس وامبي ارثروزس وداي ارثروزس. والسين ارثروزس هقسمها تاني بس مرة حسب التركيب حسب التيشو اللي هيربطهم ببعض. سين ايه؟ اوستوزس وسين كوندروزس وسين ديسموزس. واللي تركز فيها ومش عارف تفاصيل سينوبيا الجوينت. انت عملت ايه؟ بدات الاول بالمهم فاكر خدت على الايه؟ على الجوينت. يبقى لك موضوع حوالي في كتاب 10 صفحات بس هو نفس الفكره. اسمه العلمي اوستيكيشن. نفتح بقى عليه. هتسيبه ايه؟ ده بيفهمه. مفيش اسئله ازاي تسكرايب. يقول لك اشرح لي بس مش انت بتسمع. هيسالك ايه الاستيو كومبليت. يبقى ده يتفهم اكتب عليه فهم. لحد ما نعرف اخر الساعه بقى هيجيب منه ريتن ولا لا. السنه اللي فاتت الدكتور قال لي عايز اجيب منه ريتن. هو الاستيو كيه يا دكتور اصل هو فيلم الحدوده والحدوده طويله ما اقدرش اسالك في النص دي. بلاش من الاول لحد الاخر ما تجيبها لك خالص. الموضوع اسمه تاني اوسيفيكيشن. بيكسبوا الاخر البون. الناس فهمت اللقطه دي؟ يبقى احنا عايزين كده ايه؟ اوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن يعني ايه؟ بص عندك بقى بون فورميشن اكتب عندك وبون ديفلوبمنت وهيستوجينيسيس اوف بون واوستيوجينيسيس دي كلها مترادفات لنفس الكلمه. تاني صفحه 166 في عندنا عنوان اسمه اوسيفيكيشن. اكتب لي جنبيه بون فورميشن. يعني ايه بون فورميشن؟ يعني اوسيفيكيشن. بون ديفلوبمنت اكتب الكلام ده عندك. بون ديفلوبمنت هو اوستيوجينيسيس. يعني اوستيو بون وجينيسيس يعني فورميشن. على فكره جينيسيس يعني فورميشن. او ممكن اكتبها هيستوجينيسيس. يعني هيستوجينيسيس تكوين التشو. بس اي تشو لو انت اوف بون فكده الجمله ناقصه. يبقى احنا عندنا عنوان كل شويه كده هيكتبه على فكره. يعني مره هيكتب بون فورميشن يكتب بون ديفلوبمنت يكتب اوستيوجينيسيس يكتب هيستوجينيسيس اوف بون. بس اشهر اسم ايه؟ اوستيفيكيشن. عامل ايه؟ واحسن واحد اصلا اوستيفيكيشن. اسمع يا سبوره احنا بنعمل بون فورميشن امتى؟ قال لك في ثلاث اوقات.
لثلاث أوقات. أول حاجة في الإمبريو. في الإمبريو بنعمل بون فورميشن، وبعد ما الطفل يتولد بنعمل بروس. عشان يبدأ بون بروس. لو لا قدر الله حصل له فراكشن بنعمل إيه؟ هذا فراكشن بنعمل له ريبير. إيه ده اللي معانا؟ طلع فيه الفصيلتين ثلاث أسهم. تاني انا بعمل بون فورميشن امتى؟ في ثلاث اوقات. رقم واحد في الامبريو، وما فعلا بعمل بون فورميشن دورينج الامبريونيك لايف، ولما الطفل يتولد بعمل هذا البون جروس. بون جروس يعني بون جروس يعني بون فورميشن. لو حصل فراكشر بنعمله ايه؟ يعني تعمل بون فورميشن. في جنرال رولز، صفات عامه في الثلاثه اللي هو يا دكتور الخلية الأم اللي اسمها UMC عايزة تكون سكيلتون تقوم ديفرنشيت انتو إما إلى أوستيوبلاست، مش عارف إيه تقول إنها كان هاي فاسكولار، وزي ده أنت كونت المومي زي يا دكتور. الأوستيوبلاست هتصنع الأورجانيك وترسم الأورجانيك وتتحبس يبقى اسمها إيه؟ أوستيوسايت، وكده عمل طبقة بون بون لاميلا. فهمنا؟ أو المكان بورلي فاسكولار بتعمل ايه؟ كوندرو بلاست. والكوندرو بلاست صنع ايه؟ كارتريج. بنسيس المكسيكات الكارتريج موديل، موديل شكل من الغضروف، موديل والنموذج. واحد يا جماعه عنده حته ارض ونفسه يسكن، يسكن ده يعني سكيلتون، معاه فلوس هيعمل ايه؟ يبني على حته الارض دي فيلا، بيت محترم اللي هو الاوستيو بلاست. مش معاه فلوس هيعمل ايه؟ نفس الحلم ونفس الشكل بس يبنيه من ايه؟ من كارتج. ولما تجيله فلوس موضوع سهل قوي، يرسم حواليه كالسيوم. الكالسيوم هيعمل ايه؟ هيمنع الديفيوجن لهذا الكارتج، لان الكارتج افاسكولار بيتغذى بالديفيوجن من البلكوندريا، فانا احط كالسيوم بين الكارتج والبلكوندريا كده كان حصل له ايه؟ مات. تدخل خليه اسمها اوستيوبلاست تاكل هذا الكارتج تكسره، تدخل بعد كده خليه اسمها ايه؟ اوستيوبلاست، لما كان بقى هاي فاسكولار تصنع بون من اول وجديد. فهذا الكارتج يقول لك ريبليست باي بون. اصلا كده في عندك طريقتين لتكوين البون، اما طريقه مباشره من هذا الممبرين، من هذا الميزنكايما الممبرين، بسميها انترا ممبرينس. وفي طريقه اندايركت بتمر بمرحله الايه؟ الكارتج، فهنسميها اندوكوندرا. عندك حوالي خمس سطور في غايه الاهميه. يوجد دايما كومبليت على فكره. Undifferentiated mesenchymal cell، هو بنقولها كلمة mesenchymal. Proliferate يعني تتكاثر. Undifferentiated endo. Osteoblast هو مكان ايه؟ هاي الفاسكولار، كده انت كونت بون فعلا. Or كوندروبلاست هو مكان ايه؟ بورلي فاسكولار. مين اللي كمل الكوندروبلاست؟ مكتوب تحتها كارتريج سيلز انت موديل، اللي هي كوندروبلاست يعني لما كونت الكارتريج سيلز والموديل يحصلها ايه؟ ريبليست. يعني ايه ريبليست؟ تستبدل. Don't change. يعني ما ينفعش يا جماعة الكوندروسايت تبقى أوستيوسايت، ما ينفعش. دي خلية ودي خلية مختلفين تماما عن بعض. فلو عندك كوندروسايت وعايزها تبقى أوستيوسايت تعمل ايه؟ أموتها الأول، أموتها واجيب يو ام سي من الأول وجديد من الأوستيوبلاست دايركتلي. فهمنا؟ لكن ما تنفعش الكوندروبلاست أو الكوندروسايت تكون ايه؟ أوستيوبلاست أو كوندروسايت. اتفهمت؟ عشان كده بقى اهو بون فورميشن during ايه؟ انت معناها اولا او بون فورميشن دورينج الامبريونيك لايف، ده اولا. ده حاجه ناخدها بقى، بيمر بمرحلتين في تو ويز. رقم واحد ايه؟ انترا ممبرينس. رقم اثنين اندوكوندرا. نبدا بالانترا ممبرينس كلاسيفيكيشن. يلا يا جماعه، يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ اختار اي واحده من دول كده تاني. هو كده بون فورميشن صح؟ ماشي. اهو كلاسيفيكيشن تعريفها بون فورميشن، بس يبقى دايركتلي منين؟ من اليو ام سي. حد يقول لي الخليه اللي اسمها يو ام سي لما تكون موجوده في الامبريو بتعمل تيشو اسمه ايه؟ ميزنكايمال كونكتيف تيشو. صح ولا يا جماعه؟ اللي هو البريمتيف النوع البدائي اللي بيدي كل انواع الكونكتيف تيشو اهو. يبقى يعني انتر ممبرينس فورميشن اوف بون دايركتلي مهمه جدا فروم يو ام سي صح؟ ميزنكايمال كونكتيف تيشو صح؟ ميزوديرم صح؟ ميزنكايم صح؟ كلهم نفس المعنى. وكل هذه الانسجه عباره عن ايه؟ عباره عن اليو ام سي وحواليها جين لايك ماتريكس. فاكرين الكلمه دي؟
مكتوب عندك المرض ايه؟ سيمي فلويد. اكتب عربي جولي لايت. سيمي فلويد هنا ساكن الجيلي لايت. السايت بلازمون. فين يا جماعه البلازمون؟ اكتب انتظام هاي فاصل. زي ما عملت النظريه اللي جاول السعيد 9. اللي جاول السعيد 9. بلازمون دي هاي فاصل. ازاي يا دكتور؟ يا جماعه في بدايه الامبريو يبقى دراسه بلان موجه للفيتال اورجن. رايح للبرين ورايح للهارت ورايح لللن ورايح للليفر ورايح للكدني. عشان يتكونوا بسرعه. واخبار دول ايه؟ بور بلاد سبلاي. فهمنا يا جماعه؟ طب في نهايه الحمله يا دكتور بعد ما اكون دول ابدا ابعت هنا ايه؟ بلاد سبلاي. طب لما الطفل يتولد ويبدا يبقى عضل ايه اخبار بلاد سبلاي؟ على حسب الستيت. يعني لو واحد بيبني هتلاقي بلاد سبلاي رايح لمين؟ لللور ليمب للمصر. طب واحد كلب واكله محترمه بلاد سبلاي رايح لمين؟ للستوم. كده بيقول لك ما تاكلش كتير وانت بتذاكر. صح كده ولا ايه؟ ما تاكلش كتير وانت بتذاكر هتحصل لك ايه؟ نايم. لان البصل لازم يروح لمين؟ راح للجاي بي. معايا؟ فهمنا؟ لكن لو انت عادي ممكن نروح حته للبنيه وتعرف تشغل البرين. فالبلاد سبلاي في الامبريو رايح في الاول للانترنال اورجن للفيتال اورجن. فبالصدفه البرين اهو معمول حواليه غطا. غطا يعني ايه؟ من برين من الكونكتيف تيشو. والكونكتيف تيشو اللي في الامبريو اسمه كده ميزنكايمال كونكتيف تيشو. ليه يا دكتور؟ انا مكون من خلايا اسمها يو ان سي. هذا الممبرين هنحوله لبون دايركتي. ليه يا دكتور؟ لان هي المكان هاي فاسكولار. هو على فكره احنا بعدين بلاد سبلاي مخصوص ليها. احنا بعدين مين؟ البرين. واللي جوه السعيد ايه؟ يسعد. هنسمي هذا الاوستريشن ايه؟ انت ممبرين. يعني انت ممبرين اصلا؟ يعني هذا الممبرين اتحول دايركتي الى ايه؟ الى ابوه. فهمنا؟ تمام. ايه بقى الستيبس؟ اطلع لك اربعه ستيبس. خد على اول ستيب بقى. اول ستيب بيسموها ديفلوبمنت اوف برايمري سكريشن سنتر. بقول لك ايه؟ ان الممبرين ده كله هنبدا في الاول في الحته دي. دي اول حته هتتحول لبون. اللي هي السنتر اوف ذا برين اوف ذا ممبرين. يبقى رقم واحد ديفلوبمنت اوف برايمري سكريشن سنتر. سنتر يبقى هنبدا فين؟ في السنتر. اشمعنى يا دكتور؟ لان هو اكتر حته فيها هايلي فاسكولار. طب ايه اللي هيحصل فيها؟ اليو ام سي اللي في كل هذا الممبرين تروح للمكان ده الاول مايجريت وكوندنس. يعني ايه كوندنس؟ يعني برضه مايجريت تتجمع تتكسر ويبدا يحصل لها بروليفيريت. يلا تفرنشيت الى ايه؟ اوستيوجينيك ولا كوندروجينيك؟ اوستيوجينيك مكان هايلي فاسكولار. والاوستيوجينيك تتحول الى ايه؟ اوستيوبلاست. والاوستيوبلاست تعمل ايه؟ تدخل على السيب رقم 2. سيبك من العنوان، اهم حاجه عندي الستبس. هو عامل زي الفيلم. الاوستيوبلاست هتعمل ايه؟ هتصنع الاورجانيك وتفرز انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز يرسب الانورجانيك. عمليه بنسميها مينراليزيشن او كالسيفيكيشن. كده الاوستيوبلاست اتحبست. انتوا عندك كلمه تراب. يعني ايه تراب؟ اتحبست. يبقى اسمها ايه؟ اوستيوسايت. طب والاوستيوبلاست هي بتصنع الكولاجين فايبرز. بترصه ريجولار ولا ايريجولار؟ الريجولر لان هو برايمري. اكتب عليه اوفن اهو. كنا عملنا اربع ستيبس مختصرين استفدت منهم. اطلع على الستيبس اللي مكتوب تفصيل. انت العنوان. انا عايز كلمه بالعنوان. هو فيلم. وايه اول حاجه ثاني؟ النون من فيه راحت في السنتر كتبت العدد اتحولت الى ايه؟ اوستيوجينيك. والاوستيوجينيك هي كمان كتبت العدد والكسر كان بقى من الكروت بتحول لايه؟ الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هتصنع الاورجانيك وتفرز انزيم اسمه الكلاين فوسفاتيز ترسم انها اورجانيك. كده هي اتحبست اصبح اسمها اوستيوسايت. فعايز يفكرك بقول لك اخبار الكولاجين فايبرز ايه؟ رمضه الريجولر. ايه السبب؟ ده يا جماعه بون اسمه ووبن بون. فاكرين تعريف فيرست بون تو ابير ان ايه؟ انت فين؟ واحنا في الامبريو اهو. تمام؟ ايه اللي يحصل بعد كده؟ يقول لك اخبار الكالسيوم ايه؟ قليل بس بيزيد بسرعه. احنا كده فعلا. احنا كده وعدنا من الكونتنت ايه؟ هتفتكر؟ ماتش ليست. ناكل منها الكونتنت ماتش ليست. فبقول لك ايه ما تخافش هو ماتش ليست بس المال يزيد ايه؟ بروجريس. يعني بروجريس بطريقه واضحه بطريقه زياده. فهمنا يا جماعه؟ بعد كده يقول لك ايه؟ الحل ده اصبح هدوم.
بدل بقى الدين عملت لك عصايه وعصايه وعصايه ثانيه وعصايه ثالثه. ده كان عايز مسبيكيول اسمه ثاني مسبيكيول يعني هون. يبقى الهون ماتريكس ابير از سبيكيول رادييتنج فروم ذا ايه ده سنتر. فيما كده يحصلون ايه؟ يحصلون حاجه اسمها برانشنج يعني يتفرقوا يمسكوا بعض. يقولوا يقول لك ايه؟ كده شبكه اسمها بول ترابيكولا. انا صحيح كده بعد كلمه سبيكيول اللي هو كتبها في العنوان كده فورنيت او بول ترابيكولا. وانا كلمه سبيكيول اعملي منها سهم ترابيكولا يعني سبيكيولا تعمل ترابيكولا. وخلي من جوه هنا كمان كومبا اسمه ايه؟ انر تيبل. رد عنها بقى ايه؟ اسمه الجبون. اللي حصل جت الخليه بتاعتي
ما يؤمن فيه ولا في السنتر. مش منها دكتور أتي أحسن حتى بلا صبور وهتعمل أي يؤمن فيه يتحول لأوستيوجين أوستيوجين والأوستيو اللي تحول إيه؟ أوستيو بلاس الأوستيو بلاس تعمل إيه؟ تصنع أورجانيك وترسم إنه أورجانيك إيه هي اتحبست فهذه تحولت لبول إيه اللي يحصل؟ نبدأ بقى نزين الناحية دي والناحية دي والناحية دي والناحية دي عملت كده إيه؟ حاجة اسمها سبيكيول سبيكيول بعد هذه السبيكيول تبدأ نعمل أنستموز كده عملت عملت هنا إيه؟ شبكة تبدأ تكون بول اسمه إيه؟ اسمه سبونج بول يبقى كده من أول هنا لحد هنا ده كل سبونج بون دلوقتي هيقول لك خلي بالك زي ما احنا عملنا سبونج بون لسه في هنا كده ايه النكتيف تيشو بدائي هو اسمه ايه لازم قايمه كونكتيف تيشو يحصل له ديفرنشيشن يبقى بون مارو احنا قلنا كده كمان ان القايمه الكونكتيف تيشو من حقه يدي اي نوع من انواع الكونكتيف تيشو سواء بلاد سواء بون سواء كارتج فالحته اتحولت لبون صح لكن دي لسه ايه على قديمه لازم قايمه الكونكتيف تيشو تتحول الى ايه الى بون مارو كده بس ده اللي فوق ده واللي تحت ده وده لسه برضه على قديم كونكتيف تيشو مزنكايما يتحولوا الى ايه بريوستيام فوق وبريوستيام تحت واللي لايننج الترابيزه يتحول الى ايه الاندوستيوم طب ركز بقى معايا يقول لك اول سبونج بون جنب البريوستيوم تيجي خليه اسمها اوستيو كلاس وتبدا تحوله الى نوع بقى احسن اسمه كومباكت بون ازاي اوستيو كلاس وهي بتتكلم كده الكرسي محطوط صح تسيبه لا ده مبوظ الدايره تكسره دي كروستو بلاس تبني بالتدريب في الاخر تلاقي السبونج بون اللي عندي في النص تتحول الى ايه؟ الى كومب واللي في النص تيجي ناحيته لا نسيبه زي ما هو ايه؟ سبونج اتفهمت؟ لا ايه؟ لا لا لازم اول تعرفت اكيد السبونج ايه اكيد السبونج؟ اول ست فيها الاوبشن وعلينا ست فيها ايه بتاع الاوبشن ده؟ كونكت فيه عادي اسمه حتى دينس كونكت فيه تمام؟ تحتيه هنا وتحتيه هنا اهو كومباكت بون كومباكت بون اسمها اوتر وينر تيبل وفي النص هنا سبونج بون السبونج بون فيه طلبات اسمها بون مارو كافيتي نحط ايه بون مارو وهبطنها بايه؟ بالاندوستيوم انا عايز بقى اقول الكلام ده فانا عندي في الاناتومي هنا البرين هنا البرين وحواليه ميمبرين يعني ميمبرين يعني غطا بس مصنع من الكونكتيف تيشو واحنا هنا في الامبري يبقى اسمه الكونكتيف دوت ميتين قايمه كونكتيف تيشو خلاص بقى اليو ام سي لا اليو ام سي مطلوب منك تعمل هنا كده سكيلتون عشان فينا برين واحنا خايفين عليه فاليو ام سي لقيت جنبها تركيز الاكسجين عالي لقيت جنبها مور بلاد سبلاي قالت بس فرصه انا هدي اوستيوجين والاوستيوجين دي مين؟ اوستيو بلاست ده مكان هنا ايه؟ هاي اللي فاصله ايه اللي كان معاك ده؟ الاوستيو بلاست هتعمل ايه؟ تصنع وترسم وتتحبس وكده هيصنع البول فهمنا يا جماعه؟ البول في الاول بيكون عامل ازاي؟ في السنتر بتاع الممبرين في نص الممبرين اهو في السنتر اهو بدا يحصل له هذا البول نزيد بقى يعني بدات ابني بول جديد اهو هنا بول وهنا بول وهنا بول وهنا بول هذا البول اسمه العلم ايه دلوقتي؟ سبيكيول اسمه تاني يعني سبيكيول يعني روز هذه الروز يحصل لها انستموزس يعني انت ده كده يلف كده اهو وده يلف فوق اهو ونفس القصه هنا كده 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 عملت ايه؟ فهمنا؟ طب ده اخباره ايه؟ نوعه دلوقتي ميزنكايما كونكتيف تيشو اديله اوردر اتحول لبون مارو طب اللي مغطي الشاشه من فوق خالص واللي تحت خالص لسه مش حولناه لبون قال برضه اديله اوردر هقول له اتحول لبلوستيا واجي هنا برضه اللي هنا ده هقول له اتحول لايه؟ بس كده خلاص طب لسه يا دكتور العظم الاول هنا لحد هنا سبونج بون برضه هدي اوردر الاوستيو كلاست مش عارف الميكانيزم كان مكتوب منك اهو ان السبونج بون اللي جنب البريوستيا انت ترانسفورم انتو كومباكت بون واسميه ايه اوتر وينر تيبل وايل في السنتر ريمين سبونج يبقى اسمه ايه ديز فهمنا يا جماعه اه مش لازم نقرا يعني نقرا دي واحده بس اللي هي في الستيب رقم 2 مكتوب اوستيو بلاست انكريز ان نمبر شايفينها؟ هتقول لي يعني انكريز ان نمبر رول بري حاجه عايز كلمه ثانيه؟ غلط طبعا الاوستيو بلاست لا تتفاصل تاني مكتوب عندك في البراجراف اوستيو بلاست انكريز ان نمبر اوعى انت مكانها كلمه تتفاصل
عاصفه سودا انها تفاصيل. هاي الكلمه دي معناها ايه يا دكتور؟ اسمع كده على السبوره هتساعدني الرسمه دي. حته ارض ونفسه يسكن صح كده؟ طب معلم كان بيعمل ايه؟
هيجي في نفس حته الارض صح ولا ايه؟ ويعمل ايه؟ يبني من كارتريج نفس الشكل اللي هو عايزه، نفس المنظر تيبيكال، بس مصنع من ايه؟ من هايلاين كارتريج. وساعتها يبقى سور البيت اسمه ايه؟ بيري كوندري. من غير ما يكون معروف على فكره ضمنه. دي اول ستيب عندك. ترى لي بقى مكتوب فيها ايه؟ ديفلوبمنت اوف كارتريجنس موديل. ادخل على الشرح على طول شوف من خطوات باختصار. يعني ايه تاني ديفلوبمنت اوف كارتريجنس موديل؟ انت بتبقى في نفس المكان ونفس الشكل. في نفس المكان ونفس الشكل اهو. At the site where the bone will be formed. اللي هنبني عليها بون. بعمل ايه؟ كارتريجنس موديل اوف ذا سيم شيب. جه في الامتحان ده مره بلو بون. وكلم قبل كلمه كارتريجنس الاستيك. يبقى ايه؟ هايلاين. كان عندك هايلاين. صح ولا ايه يا جماعه؟ هايلاين كارتريجنس موديل. انا ببني موديل من الهايلاين. الاستيك ايه؟ وبركز في الجمله في بلو بونز. اهو. هايلاين كارتريجنس موديل. ونقطه لتحكيم. هذا الكارتريجنس موديل هيبقى سراوند بايه؟ ديبري كونتري. استخدمت تمام. دلوقتي بقى عايزين نعمل كلاسيفيكيشن اللي هو طبعا كلمه جروس اوف كارتريج. ركز معايا. قبل ما الطفل يتولد خلصنا فصل الانترنال اورجن. فالهارت افتكر قال لك يا جماعه عندنا امراضين بالاورجن ما تبعتهمش شويه بلاد سبلاي. هذا البلاد سبلاي لن يكفي ان انا استبدل كل هذا الكارتريج ببو. هنعمل ايه؟ قال لك هتستبدله على مرتين. حاجه اسمها برايمري اوسيبيشن سنتر ده قبل الولاده. وسكندري اوسيبيشن سنتر بعد الولاده. في وجهه نظر لو البناء ده عايز استبدله ببون هستبدل الشافت الاول ولا الايبيكسس الاول؟ الشافت طبعا من الشافت اهم. الشافت فهمت؟ لان ده ممكن تشيل الطفل من الشافت. فساعتها لو الشافت ده كارتج هيبقى ضعيف. عايزينه بايه؟ بون. تاني الفلوس هتيجي على مرتين. فهمنا؟ فهو اضطر ان هو يستبدل هذا الكارتج ببون على مرتين. المره الاولى اسمها برايمري اوسيبيشن سنتر والمره الثانيه اسمها ايه؟ سكند اوسيبيشن سنتر. البرايمري حصل امتى؟ قبل الولاده. وهيحصل فين؟ مش اللي هو الجزء ده. فاهم الكلام؟ طبعا انا كده على السبوره. لو انا عملت هنا كروس سيكشن هتقول لي هلاقي ايه؟ هلاقي دايره صح؟ وجواها تكوين اسمه ايه؟ صح كده؟ شوف يا جماعه في تكوين. بون مره تسال كل ده ده كله عباره عن كارتج في كارتج. يعني ده كله كارتج في كارتج. ده كله خلايا اسمها ايه؟ كوندروسايت. اسمها كوندروسايت. وحواليها كبسول اسمه ايه؟ بيري كوندروسايت. ركز معايا ايه اللي هيحصل؟ بدا الهارت يبعت مور بلاد سبلاي. لان احنا خلاص في الشهور الاخيره من الحمل. فالبريكوندريوم بيكام مور فاسكولارايز. اهو اصبح مور فاسكولارايز. ساعتها البريكوندريوم في خليه اسمها كوندروجينيك. هتفكرها؟ هذه الكوندروجينيك كانت دايما لو لقيت الدنيا مور فاسكولار تدي كوندروبلاست. هي انا لقيتها هايلي فاسكولار تديك ايه؟ اوستروجينيك. ماشي اوستروجينيك صح؟ تمام. وساعتها اسمي البريكوندريوم ده وده اسم جديد ده اوستروجينيك اسميه بيري اوستيا. طب انا لسه ما كونتش بون. لان يا جماعه اكيد لما كنت بقول واحده ست لما كان جوزها توفى دخل عيالها ايه؟ وليه التمريض هم يعالجوا الناس. لكن دلوقتي الحمد لله جالها شويه فلوس قالت لا كفايه بقى انا هدخل ايه؟ كليه الطب مباشره. فساعتها كوندروجينيك ديفرنشيت انتو ايه؟ اوستروجينيك. طب ركز معايا في النقطه دي. مش احنا قلت من شويه الجو سعيد يسعد؟ ما دام البريكوندريوم مور فاسكولايز اخبار الديفيوجن ايه؟ كتير ولا قليل؟ كتير. الكوندروسايت دي بقى ممرضه بقى كانت ناصحه لما يجي لها فلوس كتير تجيبهم عربيه ولا توفرهم؟ توفرهم. فالكوندروسايت توفر جواها بقى الغذاء كتير ده اللي هو عباره عن جلايكوجين ستورد فود فتظهر كبيره بنسميها هايبرتروفي تضخم. انسى الكتاب واقرا كل حاجه بس معايا عشان تفهم معايا بس الاول يا دكتوره بص معايا واحد عامل زي كده دلوقتي ايه بدايتنا؟ ان البريكوندريوم بعت له مور بلاد سبلاي. حصل حاجتين. حصل حاجه هنا ان الكوندروجينيك قررت تدي ايه؟ اوستيوجينيك. والكوندروسايت اللي جوه اللي هي الممرضات جالهم فلوس كتير مور ديفيوجن بس مش هيصرفوهم هيوفروهم للزرقه. هيوفروهم في شكل ايه؟ جلايكوجين. يعني جلايكوجين؟ يعني ستورد فود.
يحط لك اليوم لو كده سبوخه بليه شاندين تطلع بيل ولا بار بيل اشمعنى بالسول اهو تبع شويه اللي يحصل الاوستيوجينيك اللي هنا تتحول الى اوستيوبلاست وتصنع مون وبعمل ازاي يا دكتور عامل زي الحلقه اهو ده كده مون اللي بيتكون جديد اهو عامل زي الحلقه فسميناه كولر يعني مش كولر حلقه في حاجه اسمها هاي كولر وما اعرفش كده كولر يعني حلقه ايه مشكله الحلقه دي بقى منعت الديفيوجن عن مين اللي جوه عن الكوندروسايت يحصل الكوندروسايت تموت ده منتج ماسك يموت لا يا دكتور ده بيعمل عباره عن فايبر قدام الطرف ما بيموتش ولا هو اللي بيجي الكوندروسايت فقط اللي مات اللي يحصل بعد شويه يجي مور بلاد سبلاي هنا كده بس اسمه العلمي بض بض يعني مدد تمام معناه بعض الاثنين دول اسمه معناه مدد حاجه زياده يعني انتوا معايا عباره عن اربع حاجات رقم واحد بلاد فيزيكس يا دكتور عايزين نعمل فيزيكس عايزين كالسي بلاد فيزيكس جايب كده قوي وخليتين خليه ولاده اسمها اوستيوجينيك وخليه بتاكل اسمها ايه؟ اوستيوبلاست حاجه رابعه غريبه قوي بون مارو دي معانا حاجه اسمها هيمات وبيوتيك ستيم سيلز في من اول حاجه اشتغل فيهم اوستيوبلاست تعمل يا دكتور تعمل ثقبه في البون بون في البون اللي هو اسمه بون كولر وندخل جوه هنا كده برضه هنا وخليها تشتغل الاوستيوبلاست تاكل الكارتج اللي ميت اهو مين يدخل بعدها اوستيوجينيك تحول لايه اوستيوبلاست وتصنع بون ونفضل لحد ما في الاخر نحول كل هذا الكارتج الى ايه بون ريبليست باي بون اهو تاكله اصبح بون طبعا في الاول وفن بعد كده يبقى ايه سبونج بون يعني ايه سبونج بون مليان فراغات يعني تاكله سبونج بون اللي يحصل بعد شويه الاوستيوبلاست برضه طب هي بتشتغل بون جدا تعمل اوستيوبلاست تيجي هنا وتكسر وتنحت تحس تعملها كده النص سنترال وريجولار بون مارو كافيتي العظم ده اخباره ايه؟ نوعه ايه؟ سبونج برضه نص كلاس تيجي تنحت فيه وتحوله لايه؟ كومباكت والطفل يتولد عنده ايه؟ عنده بوني شاف وتو كارتريج ناقصين ايبيثيسيس فهمنا ولا ايه؟ نعيد تاني بس انسى كتابنا مش هنحطه حاجه عامله زي الفيلم كده ده نوع اسمه اندوكوندرال اوستيكيشن ايه اول حلقه بنيت كارتريج موديل في نفس المكان ونفس الشكل ادي كده رقم واحد رقم اثنين البيت ده 10 ادوار جالك شويه فلوس قلت لك يلا استبدله ببون بس الفلوس جت على مرتين في حاجه اسمها برايمر سبيشال سنتر وسكند سبيشال سنتر البرايمر قبل الولاده والسكند بعد الولاده عملت في البرايمر بدات من تحت لا ده انا خدت الادوار في النص فقط ليه يا دكتور دي اهم حاجه عندي اللي اسمها شاف عملنا فيها ايه؟ بقول لك زي الكونديوم بيكام ايه؟ مور فاسكولاريز جاله مور بلاد سبلاي حصل حاجتين حاجه بره وحاجه جوه ايه اللي حصل بره؟ الكوندروجين اتحولت لاوستيوجين وساعتها مجانا اسميه بالاوستيوم هو بيحتوي على اوستيوجين طب اللي حصل جوه؟ مور ديفيوجن فالخلايا بقى لها كريزه كتير قالت موفره يمكن يتزنق فاصبحت ايه؟ هايبرتروف يعني كبرت في حاجه ولو صورتها هلاقيها بهته عشان مليانه جلايكوجين اللي بيدوب تلخصنا بعد شويه الاوستيوجين اتحولت لاوستيوبلاست الاوستيوبلاست بنت بون بالفعل كده انت كونت بون بس على شكل لاير حوالين مين؟ حوالين الكارتريج ايه اللي انت عملت في الغلابه اللي جوه دول؟ بريفنت عنهم الديفيوجن فضاي وسيبه مكتوب في ايه الكتاب؟ لارج كافيتيز حد يقول ايش معنى لارج؟ هايبر تروفات ده دليل ان هم هايبر تروفات ايه اللي يحصل هنا؟ يجي بقى بق بق قلنا يعني ايه؟ مدد زواده زيارة او برعم زي ما انت بتقول برعم يعني البرعم ده شايل ايه؟ اربع حاجات اربع حاجات رقم واحد ايه؟ لو فهمت يعني كالسيوم رقم اثنين ايه؟ اوستروجين الخليه اللي هتولد بون واوستو ايه؟ خلاص ده هتكسر قدامي عشان اعرف ابني والاخر اخر اخر حاجه ايه؟ بون مارو العيون اللي هيزيد فراغات بون مارو طب ايه اللي حصل هنا بقى؟ قلنا بدل ما نعمل ثقب بون مين هيعملها؟ وكده البض دخل جوه ولا في خدين ودي جنب بعض اعداء على فكره اوستيوبلاست واوستيوبلاست اهو البنا واللي بيكسر مين خد الاول يكسر
تكسر الكارتج اللي ميت، وكل ما تكسر حته تطلب بعدها مين؟ بص الباص تبني، وتبني يكون في الاول ووبن، ثم بعد كده سبونج مون اللي احنا بعد كده تكلوس الباص تنحت من جوه من السنتر. وتقول لك ايه؟ سنتر بون مارو كاب ساعه املاب ده املاب البون مارو، والعظم ده حوله ايه؟ سبونج، حوله ايه؟ بومبا. واللي يحصل الطفل يتولد، الطفل يتولد سو ات بيرس عند الميلاد. الاخبار بوني شاف يعني كله ايه؟ بون، واللي فوق تحت ايه؟ كارتلج. تمام، افتح الكتاب اقول لك مكتوب ايه. المرحله الاولى هتعلمنا حاجه اللي هي ديفلوبمنت اوف كارتلج اسمه برايمري اوسيبيشن سنتر، اللي كان ليها قبل الولاده. برايمري اوسيبيشن سنتر قبل الولاده. برايمري اوسيبيشن سنتر قبل الولاده. معنى ايه؟ ات ذا فيري كونتنت، صح؟ وبعد كده انسايد ذا ايه؟ وانت مذاكر عشان تفهمه من الاول. بص معايا، بص هنا مكتوب رقم واحد ان الميتوكوندريوم بيكم، اكتب عندك بقى مور فاسكولارايز. دي الثقه العلميه. انا يا جماعه الميتوكوندريوم فاسكولار على فكره، هو بيقام ايه؟ مور فاسكولارايز. يبقى اهو اد ذا ميتوكوندريوم، اذا الميتوكوندريوم بيكم مور فاسكولارايز، ساعتها الخليه اللي اسمها كوندروجينيك غيرت رايها وادت ايه؟ اوستيوجينيك. وساعتها الكبسول ده اسميه ايه؟ ميلوستيك. حطه بقى انسايد ذا ميدل وتبلع الاول نقطه واحد داش. هي واحد داش بتحصل في نفس الوقت بتاع رقم واحد اللي هو يا دكتور بسبب المور فاسكولاريزيشن، اصبح فيه مور ديفيوجن، فالكوندروسايت اللي جوه حصل لها ايه؟ هايبرتروفي. يعني ايه هايبرتروفي؟ تضخم. ايه السبب؟ بدات تخزن جلايكوجين، اكيوميليت جلايكوجين. ولو انت صورتها هتلاقيها فاكيوليتد، يعني فاكيوليتد بين، اكتب عليها بين، واكتب بين قوسين السبب ديسولف. فهمنا يا جماعه؟ دي بتحصل في نفس الوقت ده تاني. ده حصل رقم واحد هنا ايه؟ ذا بيريكوندريوم بيكام مور فاسكولارايز، والاوستيوجينيك والكوندروجينيك سيلز ديفرنشيت انتو ايه؟ اوستيوجينيك، اند ذا بيريكوندريوم بيكام نيم ايه؟ بيروستيك. هنا بقى ات ذا سيم تايم ايه اللي بيحصل؟ مور ديفيوجن، فالكوندروسايت هتخزن هيبرتو تتضخم وتخزن جواها جلايكوجين ستورد فود سكر عشان يخليها يكفيها اكتر تظهر بيه. بص معايا اهو رقم 2 هنا بقى اهو الاوستيوجينيك بروليفيريت اند ديفرنشيت انتو ايه؟ اوستيوجينيك. كمان اهو والاوستيو بس بتعمل ايه؟ تصنع الاورجانيك وترسم الانورجانيك، فتعمل بون لاير، طبقه بون عامله زي الحلقه اسمها بون ايه؟ فولر، وتحت بيريوستيوم اهو سب بيريوستيوم بون فولر. حط بقى رقم 2 داش البون فولر هتعمل ايه؟ البريفنت ديفيوجن، البريفنت ديفيوجن. معايا يا جماعه ولا ايه؟ رقم 2 انسايد ذا ميدل يكون كولا بريفنت ديفيوجن. يحصل الكوندروسايت ضال، تسمى مكانها ايه؟ لارج كاتيجوريز، لارج كاتيجوريز. يجي رقم ثلاثة يجي لنا ايه عند البريفنت؟ يجي حاجة اسمها بلد يعني فرع مدى، هنشوف الترجمة اسمه بريفوستيا بلد. في كام حاجة يا جماعة؟ فاكر؟ أربع حاجات. رقم واحد ايه؟ بلد بريزنس. رقم اثنين اوستيوجينيك الخلايا الولاده، اوستيوبلاست الخلايا اللي هتاكل، وبون مارو. احنا تقريبا دي ماتوا بيض بون مارو، بون مارو خلاص. هو البون مارو اللي هيكون البون مارو. حد يقول لي ده داش البط هيدخل ازاي؟ عن طريق هولز اهي، هولز بيرفورم باي مين؟ اوستيوبلاست. يا جماعه كان مصلحه الكتاب بيتكلم على سنتين، مصلحه هنا واحد، اثنين فيها اثنين ثلاثه فيها ثلاثه زي. بس كده طلعت طريقه ثانيه، قال لك ايه اللي بيحصل عند البريفري وايه اللي بيحصل في الميدل؟ عشان تبقى انت فاهم ان هم دي بيحصلوا ات ذا سيم تايم. فهمنا؟ يعني واحد هنا
مين يحصل بعديها؟ رقم 2 واحد داش 2 يحصل بعدها مين؟ 2 داش 3 يحصل بعدها مين؟ 3 داش. وبعد كده بقى مين يدخل؟ رقم الجمله اهو الاعداء اوستيوبلاست المحترمه بتصنع. ومين جنبها؟ مين اللي بترتب جنبها؟ اوستيوبلاست. سبحان الله فعلا 2 اعداء واحد داش واحد كسر. الاثنين اتفقوا مع بعض على المصلحه العامه. ايه المصلحه العامه؟ الاثنين يشتغلوا مع بعض. فاقول لك انا عايز اتوج على السياسه والتاني تموتهم. ايه اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ ده واحد كده خد ايه؟ من جنب الواحد. هو الصح اوستيوبلاست مع اوستيوبلاست وبقى بس عيد بيلدر مع ايدي. وسبحان الله مين اشتغل الاول؟ الاوستيوبلاست. ايه الموضوع عندك ايه؟ ده اوستيوبلاست ايرود. ايرود معناها تقرقر. فين عامل زي الباص كده؟ يعني تقرقر تكسر. يبقى الاوستيوبلاست اتقرقر ايرود. ايرود مين؟ الكارتج اللي ميت اهو ذا كارتج ماتريكس. مين يدخل بعدها؟ اوستيوبلاست. اوستيوبلاست وتبني البول. فانت ممكن ترضي يعني يا دكتور ممكن تقول هتبني بول زي حد يقول لي كده او حاجه ايه؟ سكريت الاورجانيك وتفرز انزيم اسمه الكراين فوسفاتيز يرسب الانورجانيك اللي هو اسمه مينرايزيشن. كده انت عملت ايه؟ اتحبست اصبح اسمها اوستيو ايه؟ طيب وتركيب الكولاجين فايبر سفره ايه؟ الريجولار يعني اوبن بول. كل شويه الكالسيوم بيزيد عشان يتحول لايه؟ لسبونج بول. كده انت كونت سبونج بول. ركز معايا بقى السبونج بول اللي في السنتر مين هيكسره؟ اوستيو بلاست. تحوله لايه؟ ريجولار سنترال بول ماركر فيلد باي ايه؟ بول ماركر. فهمنا يا جماعه؟ نيجي بعد كده السبونج بول اللي حوالينه نحوله لايه؟ كومباكت. كده دلوقتي خيامات بتعمل جوه كلها سبونج بول. تيجي تبص الكلاس بقى يكسر السبونج بول اللي في النص. عشان تعمل لك ايه؟ ريجولار بول مارو كافيتي. ايه؟ ريزولت يعني ايه؟ ريزولت يعني ايه؟ ريزولت يعني يتكسر يا جماعه مش بتعمل كده؟ اه ريزولت. فكلمه ريزولت يعني ايه؟ يعني يتاكل يتكسر. والطفل يتولد. ركز الجمله اد بيرز. فجأة هيجي تتحبس. انت هتلاقيك في ترو فورس. هتلاقيك في ترو فورس لا تتحبس. نهاية الفيلم. ايه نهاية الفيلم؟ اد بيرس. عندنا ايه؟ بوني شاف. انت كارتريجنس ايه؟ ان. لكن الاحداث اللي سالت فيها. هسالك فيها ازاي وصل مش مسترايب. لكن ما انت فاهمها. تمام؟ تطلع بعد كده على السكن. هتقول السكن ده هيحصل امتى؟ بعد الولاده. بعد الولاده. السكن اللي بعد الولاده. السكن اللي بعد الولاده هيحصل فين؟ حد يعرف؟ اهم جمله. السكن اللي هيحصل فين؟ انا معايا اهو ده كله بول اهو. على اخر دور هنا ودور هنا فانا عملت حاجه اسمها ريديا.
نبدا نعمل زي الريز نقول تاني سكند سكند سنت حد رد عليا بيحصل امتى بعد الليل بيحصل فين ازاي هتقول له سيميلر تو البرايمري اكسبت نو بون كولر ما ينفعش اعمل حلقه ادخلها اتموت كله مره واحده انا عايز اموت دور دور اعمل حاجه جراديوال فنو بون كولر بقى بنعمل ايه قال لك اكسباند يعني كلمه اكسباند بيمتد ريديالي عامل زي الاشعه وفي الاخر مين اللي ما حصلوش بون البدايه والنهايه اهو زي بيبس زي بيبس از ترانس از ريبليس باي بون اكسبت مكانين ارتيكولار سيرفيس اند بين ايبيزيمبلي قولك بعد شويه ذا ارتيكولار كارتريج ريمين ثرو اوت لاين يبقى طول عمره هيلاين كارتريج واي ده الجزال بليه از ريبليست باي بون از اوسيفاي امتى طبعا انا از ادلت بون انا ادلت بون بيوبرتي يعني ساعتها يختفي ساعتها نو بون بروس ده في الجامعه اخر سنه انه يجيب سؤال بص هو فيلم يقول لك من الاخر سؤال صعب جدا هتقول له ايه هو بيقول لي ايه اشرح السكند ريسبشن سنتر ده سؤال صعب بس لو جه هتكتب نفس اللي عندك يعني يا دكتور هتكتب سيميلر ستيبس تو برايمري بس نو بون كولر مش عارف تفكر هتاكد لان الميكانيزم مختلف على فكره فهمنا يا جماعه ده في اخر السنه لكن دلوقتي مفيش ديسكرايب انت ما انت فاهمها يعني كده كده في الايه في الام سي كيو اهو بتروفور ان السكندري سكندري سيميلر تو برايمري ويجي يقول نقطه وسكوت كده غلط لازم تجيب ايه نكتب نو بون كولر هنا يا جماعه تمام كده يعني انا عاوز نو بون كولر في كمان سنين هدول من اول الام فهمنا يا جماعه احنا كده خلصنا الام تطلع بقى عن بون بروس الامبريو خدنا ازاي عظيم الكوعه في الموضوع ده كده الامبريو قلت ازاي بنعمل فورميشن للجلاد بون ازاي بنعمل فورميشن للونج اند شورت بون حد يقول لي الجلاد بتاعنا اهو جلاد از فورمد باي اي من سبيس طب انت من جرينز واللونج والشورت بون فورم بايه بالاند كونتر جيت بقى اثناء البروس هناخد الجلاد بون يا جماعه انا باخد ماستر ولا هناخد كمان الشورت هاخد الكونتر وهنا في كلمه بون بروس بتاع بقى كلمه لونج لونج بون بروس لان يا جماعه مش هاخد كل البون هاخد اللونج بون فقط طب اللونج بون لما الحب يكبر بيكبر في اتجاهين صح؟ تمام في الويكس يعني العرض وفي اللينس ويكس يعني في الاخر يزيد في الدايمتر دي خدناها في اول حصه في على فكره هي كانت ازاي؟ كان في الاوستيوم الانر سيلولار لاير اسمها اوستيوفير كمان حاجه اسمها ايه؟ ابروزيشنال بروس هي فيها خطين بون انكريز ان ويث باي ابروزيشنال بروس انكريز ان دايمتر باي ابروزيشنال اوف نيو بون لاميلا لاميلا يعني لاير اندر ذا بيلوستيوم باي ذا اكتيفيتي اوف اوستيوفير فاكر الكلام كده؟ هتسير في الشفوي يقول لك ايوه يا ابني يعني كده حصلت اي نوع انواع الاستيكيشن انت من برينا ولا ايه كله احنا عملنا كام انت من برينا الابوزيشنال جروس هو الانترا من برينا استيكيشن صح ولا غلط اهو في الاوستيوجينيك انت الاوستيو بلس دايركتلي كوننا بني يبقى ده انتر من برينا ولا انت كوندرال انت من برينا الابوزيشنال جروس ما هو الا انتر من برينا ليه يا دكتور لان الاوستيوجينيك كونت بون مباشره ما عندكش كارتريج فهمنا يبقى البون بروس ان ويت نوع انت من برين اللونج بون في الامبريو بيتكون بالاندوكوندر عايز اعمل بقى بون بروس
بوم جروس انلينس. انزل بحث على النقطه بتاعت الكلام ده ولا ايه كده الرقم المكتوب ده. طلع بقى بوم جروس انلينس. بوم جروس انلينس مكتوب ايه؟ ايه اللي بتجيب بليه صح؟ اكتب الكوتر انت كونتر المنهج. الجروس اوف لونج بون تحتم ايه؟ اما زين في الدامتر عديد في الويتس. ده زي يا دكتور الاوستروجينيك اللي عندي الموجودة في البيلوستيا تدي دايركت لأوستروجلاس وكون بون مباشرة ده يبقى السبيشن نوع مرشحة انتر مبرينة اسمه التاني ابوزيشن الجروس ابوزيشن على فرومزة بريكسي فرومزة سيركس. وانا دلوقتي عايز اطول او اللونج بون عايزة تطول. تطول ازاي؟ في عندها حاجة اسمها ابيفيزيال بليه. ده يعمل ايه؟ ده يكبر الاول وبعد ما يبقى فارت الكبير ناخد منه حته ونحولها لبون اصبح نوعه ايه؟ اندوكوندرا. البون جروس ان لينس نوعه اندوكوندرا الاوسيفيكيشن. هيحصل ازاي؟ بص معايا اهو يقدر معاك الابيفيزيس كله تحول الى بون ما عدا البدايه والنهايه. البدايه اهو كده عباره عن ايه؟ عباره عن كارتج. هتقول لي مين اللي في مين؟ ايبيفيسس. ايه؟ بون. بون. تحت مين؟ دايفيسس اللي هو الشاف. مصدر معايا؟ فين يا جماعه تلاقي لنا اسمها ايه؟ فاكر اسمها ايه؟ اندورفايت. اي محطوطه راندوم اي كلام. ايه اللي يحصل؟ نعملها ستيميوليشن ركز معايا واقول للكوندروسايت انقسم. الكوندروسايت انقسم؟ الكوندروسايت تنقسم ديفايد وعيالها اللي هم الدودر يترتبوا كده. هتاكل ايه؟ كولن. مين هتاكل كولن؟ احنا عايزين نطلع اللي فوق دي لما تنقسم تاني ايه اللي يحصل دي؟ تتزق تيجي هنا صح؟ دول بقى لما يجوا هنا يبداوا يكبروا في الحجم ويخزنوا جواهم جلايكوجين كتير هيبردوا اهو. بعد شويه ايه اللي يحصل يا دكتور؟ تنقسم مره اخرى فالتكوين طبعا زياده دي كده تيجي هنا. بقول لك لما تيجي هنا هذه الخلايا من زمان دول اربعه تبدا ترسب حواليها الكلاين فوسفاتيز هو الدي ان بتاعها قالها كده طبعا كده هي بتنتحر. ده بيحصلها ايه؟ بتموت. بنسميها كالسيفيكيشن. ايه اللي يسمع شويه؟ دي تنقسم مره اخرى. فالدور بتجيبها هنا تحت هنا كده. ده احنا هنعرفها من ازاي؟ هتاكل بول مارو. والبول مارو في خليه اسمها اوست بلاس. تروح تاكل هذا الكارتون بتموته. وتاخد معاها خليه اسمها اوست بلاس في البول الاول. فاهم؟ الطب الجديد اهو ايه اللي حصل؟ عندك كام دفعه؟ دفعه واحده اللي هي دي فقط. لو كان واحد دفعه واحده بس لو الدفعه دي اتكسر واولادي هندخلهم سنه ثانيه اهم. فاصبح عندك دلوقتي اهو ناس في سنه اولى اسمهم ايه؟ ريستنج. ولما يتكسروا ولادهم يروحوا سنه كام؟ ثانيه اهو بروليفريشن. دول هيتكسروا ثاني فثانيه يروحوا سنه كام؟ ثالثه. يبقى عندك دلوقتي اولى وثانيه وثالثه في الكليه دي. في ثانيه مترتبين على شكل ايه؟ كولم اعمده. ثاني زودوا زودوا اللينز. ثالثه دي قلنا كله كتير واتغذوا كويس وخزنوا جواك وكبروا اسمها هايبريتو. هايبريتو دي تنقسم ثاني فتزق اثنين تزق ثلاثه تطلع لي خليه
الدفعه اسمها ايه؟ سنه رابعه. قلت لهم يا جماعه انتوا فريزر الكلاينت ستاتيز، ازاي فريزر الكلاينت ستاتيز؟ خد الكونسلت كابتن الكلاينت ستاتيز، قد ايه فريزر الكلاينت ستاتيز؟ ولو كان في بيعمل حواليها ايه؟ كالسيفيكيشن كده يمنع انها ديفيوجن فتموت. اللي فوق دي تنقسم فتزق اثنين تزق ثلاثه تزق خمسه هنا. فهمت؟ يعني اربعه هتيجي هنا دلوقتي. الثلاثه تيجي هنا وتيجي هنا وواحد يطلع جديد هنا. اللي هيحصل رقم خمسه عباره عن كارتج ميت. قد اوردر الاوست كلاس روح الكولين كسريه اهو. فك كسره وتبني مكانه ايه؟ بون بون. ايوه كده؟ ويفضل الفيزيل ده خمس طبقات. ليه يا دكتور؟ في هنا يا جماعه مواليد صح؟ ناس تتولد. وهنا في ايه؟ وفيات. ناس بتقيل بتموت. فيفضل خمس سنين. مال الزياده في ايه؟ البون بص البون هو اللي بيزيد. يحصل في الديزيل بايه؟ كل ده؟ كل ده. الديزيل اللي هو الشريط ده الصغير ده كده بيتكمل بالميكروسكوب. لقيته خمسه زون. خمسه زون. خلاص يا جماعه. كده من الاقدام والاقدام هتكون مجازا يعني. هناك ليزر هتكون مجازا. ادفع دلوقتي. مش كل سنه اعداد الاطباق بيزيدوا؟ هو ده اسمه بوم بروس. يعني كل شويه في بوم بروس. لكن كلية الطب اخبارها ايه؟ خمس او ست سنين ثابتين يا دكتور في داخل وفي خارج. في مواليد وفي ايه؟ وفي ياس. انت بقى جيت وجيت على القرار كده قلت يا جماعه كلية الطب الجامعة دي مش هتقبل حد السنة دي. ايه اللي هيحصل؟ بعد شوية لا اخبار سنة أولى. أهو بعد كده سنة تانية راحت ما عادش في حد يجدد حد. إيه نهاية الأمر؟ كلية الطب تقفل. ده اللي بيحصل على سن الجبل. ندوا أوردر للكوندروسايت ده انقسم. لكن ما زال الوفيات ايه؟ شغال بون بروس بون بروس لازم تاكل حول الدم. معناها ولا ايه؟ الانفيزير بليت في اول الامر كان طبقه واحده اسمها ايه؟ ريستنج. اتكسرت عملت طبقه رقم اثنين اسمها بروليفريشن. كبرت في الحجم عملت طبقه رقم ثلاثه اسمها هيبريتوفي. رسمت حولها كالسا كالسيفيكيشن. الطبقه رقم خمسه حول حولها ايه؟ بون. فهمنا يا جماعه؟ يعني هي في اول امر طبقه واحده. رقم طبقه اثنين دي زائد دي رقم طبقه ثلاثه اصبحوا كام؟ اربعه اصبحوا كام؟ خمسه خمسه دي الخمسه دي بول. امال يزيد كده بس ليه يا دكتور من كام بيخلص؟ عشان في مواليد وفيات كل شويه بنولد كل شويه بنموت لحد سن الايه؟ بتقول 20 او البيور اسمع عني لحد سن البلوغ. ايه الاخبار؟ نوقف التقاطع ونزود الايه؟ الوفيات. قول
وانت تكون ضايع تخلفي. كل ما تخلف طلع عيال، العيال ينزقوا ينزقوا البيبيز عن الضيافيسز، فكده خدنا حته ارض. هقول للكوندروسايت معلش طلع على الكلاينفوسفاتيز وتموت الكوندروسايت، بس خدنا حته ارض كده. من يدخل اوستوبلاس واوستوجينيك ونصنع بوم هنا يا جماعه، يفضل كان ده شغال يحصل فيه بوم جروس لحد اللي بيقبض اندر تنبض الجروس هرمون. الجروس ما يقول الكون طبعا مش تخليه ما عنديش توجيه، خلاص ده الكون صار وقف، بس لسه الاوستوجيشن ايه شغال لحد ما الاقي حته الارض كلها هنا اتكرت في الاصل اصبح بوم اتضرب بوم كده. حصل حاجه اسمها بوم جروس. ممكن تسالني البون فراكشر لما اجي اعمل ريميا بعمل اي نوع من انواع الاستكشن؟ بو لما بيحصل فراكشر واجي اعمل ريميا بصنع بوم طريقتين انتر ميمبرين. تعني يا دكتور يعني الاوستيوجينيك اللي في الاوستيوم تتحول الى اوستيوبلاست وتصنع بوم مباشره. ده في المكان اللي فيه هاي بلاست بلاست في جنبيه على طول في نفس الفراكشر مكان بور بلاست بلاست. الأسر اللي بيحول ايه؟ كوندروبلاس كوندروبلاس بصنع ايه؟ برضو. فبالبون فراكشر بيحصل حاجتين. هو يا جماعه كان البون بروس اللينز في نقطتين في الخطا المطبعي المفروض كان يكتبوا تحت البون بروس اللينز. في عندك نقطتين فوق كلمه بون بروس اللينز اهو. عد معايا 1 2 3 4 5 5 نقطه و 6 نقط دول تحت برضه على فكره طبعا لتحت حتى اهو كده تبع لتحت فعلا 5 و 6 النقطه 5 و 6 دول تبع الرغاف اللي تحت دول بيشرحوا البون بروس اللينز. تمام نزلهم تحت. احنا بنراقب كل يا جماعه اس دون اس يعني طالما طالما ريت اوف ماجيك اكتيفيتي يعني ده معدل المواليد ايكوال ريت اوف ايه اوف ريزولشن معدل ايه الوفيات اللي بيحصل البيبيزيال بليت ريمين ذا سيم يعني البليت هيفضل خمس سنين الكليه هتفضل خمس سنين. امال مين اللي بيزيد؟ البون بروس اللي هو عدد الخريجين دكاتره الطب اللي بيطلعوا بره. لكن اد ذا ايج اوف 20 تمام 20 بالظبط يا جماعه اللي بيبرت يا جماعه من سن 12 لسن 20 اللي بيبرت من سن 12 لسن 20 بقول لك على سن 20 يعني خلاص كده قفلنا. ايه الاخبار؟ الريزوربشن اوفر تيك اوفر تيك يعني بيتغلب على كان في عندك وفيات اكتر من مواليد. ايه النتيجه؟ الابيفيزيبل ديسابير بيختفي وبيكم بقول ايه؟ قصي فايض ويتحول لحاجه اسمها ميتافيسيس. كنا يا جماعه النقطتين دول از لونج از يعني بما ان معدل المواليد يساوي معدل الوفيات. مين المواليد؟ البروليفريشن يعني تكون صايره بتخلف بتساوي عدد اللي بنموت من عيالها اللي هو الريت اوف ريزوربشن. اخبار السيكلس بتاعه ايه؟ بتعمل زي ايه؟ ذا سيم زي هو. مين اللي ينمو؟ بون كونتينيو تو جرو مالي بتاعها اللي فوق كل شويه. يبقى الكارترج بينمو وانا كنت باخد منه حته من تحت بضيفها الى ايه؟ الى البون. يبقى مين اللي بيزيد؟ البون مش الكارترج. فكده احنا بنستغل الكارترج يا جماعه. ده اسمه بون جروس مش كارترج جروس. البون هو اللي بينمو احنا بنستغل الكارترج لحد سن كام؟ 20 او لحد نهايه البيوبر. ايه الاخبار؟ بنبدا اوردر يا كوندروسايت ما تتكسريش. ما اللي بيحصل لها؟ وفيات فقط. ايه في النهايه؟ خلاص الكونسرت اختفت واحنا بقى اتحولت لايه؟ الى مو. فهمنا يا جماعه ولا ايه؟ يعني دكتور ما كناش قايل مع بعض الكود بتاعي لحد سن 20 سن 20 طبعا مرتب بتاعي بيعرف يطلع عنه منين؟ الطب الشرعي لما يكون عنده كده بون زي دي كده اهو بيعرف انها منين؟ لان كل بون ليها سكند ريسكشن معين. اوعى تفكر ان اول ما الطفل يتولد كله سكند ريسكشن سنتر طبعا بالتدريج. ان يا جماعه ده حتى قبل ما تتولد برضه البرايمر ريسكشن سنتر بتاع كل بون ليه تاريخ غير التاني. يعني احنا بنقدر نعرف الفيتال ايج تمام؟ يعني مثلا في طفل في طفل مثلا اترمى واتحل بقى منه العظم بس ممكن نعرف سنه ازاي؟ من عن طريق الانتزاع بليه معايا؟ كل واحد ليه معايا؟ خلاص؟ احنا هنروح بس عليك نسيب بس الفوق كده بص معايا.
اكتر يكون في الترم الثاني. الاطفال يكون زي بقى اجازه ومستمتع وقادر يسمع شطر البون. انتوا اول دفعه نشرح شطر البون في نهايه السنه. لو عرفت تاخد اول سنه عندكم معايا شطر البون مش بس المليان شطر صعب. تخصص كبير قوي في الجراحه اسمه تخصص العظام. فهو انت بتذاكره ازاي؟ اول حاجه جنرال كاركتر فهمها كويس قوي. فانكشن جلايه اناتومي استراكشر اخباره ايه؟ الهيستولوجي. الهيستولوجي هو الاستراكشر. في الاوستيا مهم جدا هو البريكوندريا. كل الفرق فايبرز بتمسك البريكوستيا في المون اسمها شاربي. رقم اثنين اندوستيا هذا كده علم بول ماتريكس. كل مره الماتريكس بنقسمه لفايبرز وجراوند سبستنس هنا قلنا لا البول ماتريكس اورجانيك وان اورجانيك. الاورجانيك اسمه ايه؟ كوستويد والانورجانيك طبعا كالسيوم. نيجي للبول. البول سيلز اربع خلايا. خليه بتولد اوستوجينيك اوستوبلاست بتبني اوستوسايت الماتيور سيل اللي بتسكن واوستوبلاست اللي بتكسر. كده كده ايه؟ طيب اول تقسيمه ايه؟ انا تورك ايراي اكوردنج تو ماتيور سيستم ده مش عايز اسال حد. برايمري او ووبن او ايه؟ او الماتيور الحاجه اللي موجود فين؟ في البيتسول ايه؟ والفرق اشمعنى؟ رابيد بون فورميشن بس اجيبه ايه؟ كل دي فايبرز راندوم او الريجولر على سيلز كتيره كل انواع موجوده على منها ايه؟ قليل ريبليس بايه؟ بالسكن فهمت؟ نيجي بعد كده في عندك حاجه اسمها هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. دي مرض امتحان هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف بون از اكوردنج تو ارينجمنت اوف صح ارينجمنت اوف لاميلا بون. فهمنا يا جماعه؟ وساعات طلع نوعين. نوع اسمه كومباكت نوع اسمه ايه؟ سبونج. لقيت الكومباكت ده اربع قسم. مين هو اربع قسم في الكومباكت؟ اوتر سيركمفرنشال وانر سيركمفرنشال وهافيرجن سيستم وديستيشن. هافيرجن سيستم ليه اسم تاني؟ حد يعرفه؟ اوستيول. اوعى تنسى كده في ام سي كيو تلخبط ما بين كلمه اوستويد واوستيول. اوستويد اويد يعني لايف ده الان اورجانيك الاورجانيك بون ماتريكس. اما الاوستيول هو الوحده البنائيه للبون اللي اسمها تاني هافيرجن سيستم. بقى كده خلصنا سبونج بون. بعد ما خلصت سبونج بون بتفتكر ايه؟ جوينت. ده كان جوينت الاول وجوينت طبقين انا في التمرين. بعد ما خلصت الجوينت عندك 10 صفحات تقريبا. نوع عموم واحد اسمه جينس او بون فورميشن او بون ديفلوبمنت او اوستيوجينيسيس او هيتوجينيسيس اوف بون. وبنتناوله في ثلاث مراحل من العمر. اول مرحله فين؟ في الامبري. وساعتها خدنا تكوين الفلات بون واللونج والشورت بون. الفلات بون انتر ممبرينس واللونج والشورت بون انتر كوندر. ده في الامبري. خلاص بقى انا كده كونت البون وعايز تعمل بروس هنعمل ايه؟ اللونج بون فقط. وساعتها اللونج بون عايزها تعرض يعني انكريز في الويكس او في الدايمتر او عايزها تطول. بالعرض عن طريق ايه؟ البريوستيا الانر سيلولار لاير عباره عن اوستيوجينيك والمكان هاي فاسكول ده احنا بون نحول الى اوستيوبلاست ونصنع بون. هذا اسمها ابوزيشنال او انتر ممبرينس اوستيفيكيشن. طب عايز اطول اللي هو عايز اعمل انترستيشال جروث بقى من جوه ما ينفعش لان الاوستيوسايد ما بتحللش. فبقيت عملنا ايه؟ كنا احنا سايبين عندنا كوندروسايت زي بوزيت واحد من كوندروسايت اسمه ايبيديتال بليك بطوله قاصر تقاصر يعملها كام زون؟ خمسه زون. كده يا جماعه بنيجي نعمل شريحه كلها تطلع بايظه زي دكتور. جينا ناخد شريحه اطولنا ان الزيت هو زون واحده ما تنفعش اثنين لا لازم نطولهم كام زون؟ خمسه زون. يعني الزيت ده ممكن يبقى زون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه زون. فدايما نصوره هو خمسه زون. بتاخد الاسماء على فكره كده كومبليت. ايبيتيسيال بريكت كومبوست اوف في خمس اماكن. اول واحده ايه؟ ريست اللي هو اورا طب يعني ريست او بيسموهم ريزيرف. يعني ايه ريزيرف؟ المخزن بتاعي ده المستودع بتاعي اللي لما يتكاثر يديني ايه؟ بروليفريشن. بدل يديني ايه؟ هايبريتوفي او ماتوريشن. اربعه يرسب كالسيوم كالسيفيكيشن. خمسه يتحول لبول ويتخرج فوسيفيكيشن. وده كان بيسموها ايه؟ انتكوم. طيب خلاص كده الطفل التمام التمام وحصل له ايه؟ عايزين نعمل ايه؟ اثناء الغير تعمل ايه؟ بعمل البول للون بيون برضه. انا ما عنديش الفراخ بتاع الفراخ بون
انا عندي الفراكشر بتاع اليوم بيقول ساعتها بعمل الجوز انترا ممبرينس وانت قدرة في نفس الوقت ان احنا مستعجلين فالمكان اللي فيه بلاس سبلاي يا اوستوجين اديني اوستو بلاس صنع بيه مباشره المكان اللي فيه بلاس سبلاي اديني كوندرو بلاس وكوندرو سايت واعمل لي كارتج ولما الحاجه تتحسن ده بول بقى خلاص تعالى على ده استبدله بايه بيموت فاهم هتبدا بالسبيكيشن هتقفلها مش هتطلع البوم. ايه منها الاخر؟ على الاقل لو انت ما دخلتش الاستوديكيشن يوم ايه هيجي عليها جمله واحده. وصلت البول يوم هيجي عليها 8 درجات. هي هتقسمه فخلي الاستوديكيشن من الاخر. خلاص كده؟ ادي محطوطه دي العوده اول يوم في الدراسه. مواعيدنا عاديه بقى يوم السبت الساعه 9 ويوم الاحد الساعه 1. العوده اول يوم في الدراسه.